الفيديو ديال اليوم بغيت نهضر فيه على هذا الشيء اللي واقع في النواحي ديال في جيج، اللي هو طبعا يلهي الشعب المغربي كسائر السياسات التي يقوم بها هذا النظام الإجرامي الفاسد المفسد الجبان الخائن العميل القائم بالمغرب. ولكن هذا عنده صبغة شوية بارتيكولير، لأنه يمكن ينتج عليه ضرر للشعب المغربي. الشعب الجزائري راه ما كيضحكش، والنظام الجزائري راه ما كيضحكش في هذه الامور. هذه راه هما عندهم تجارب في هادشي، راه فرنسا خرجت من الجزائر صغيره. هادو اللي تيقولوا لكم النظام الجزائري راه فرنسا اللي حطاه، لا، الا فرنسا حطت شي نظام راه حطاه في المغرب ماشي في الجزائر. الجزائر راه بلد المليوني شهيد، حنا تنقولوا مليون مليون ونص، لان بزاف الناس ما مسجلينش مساكن. ما الا قلتي مليوني شهيد راك ما غتكونش غلط. الجزائر راه كانت فعلا مستعمره، ماشي شي ملك دخل فرنسا قال لهم اجيو حميوني من الشعب. حيت المغرب هادشي اللي وقع، فرنسا دخلت باش تحمي الملك من الشعب المغربي. اللي تيتسحابو كان مستعمر، راك ما كنتيش مستعمر، راه اللي مستعمرك هو محمد السادس وباه الحسن الثاني وجدو محمد الخامس وجدو. الجزائر طردات فرنسا، طرداتها ديال بصح. المغرب ما طردوهاش، مازال معاهده الحمايه قائمه الى اليوم. هذا الموضوع راه هضرنا فيه. اذا هاد اللعبه هادي اللي داخل فيها النظام الصبياني القائم بالمغرب، ديال باغين يديروا مناوشات وتيخليوا بعض الجرائد والمواقع تكتب اللي بغات، فينا هي فينا هو هاد السماوي ولا ما عرفت اسمي النبوي ولا فينا هما هاد الاجهزه؟ واحد تيقول لك في جيج مشات، واش في جيج مشات؟ علاش تقول في جيج مشات؟ خصك تمشي عليها للحبس. هذا اللي تيقولوها في جيج مشات، خصك تمشي للحبس، حيت في جيج ما مشاتش. هذا تزوير، وهذا هذا كذب وبهتان. علاش كتقول الجيش الجزائري دخل الاراضي المغربيه وانتزع الناس الاراضي ديالهم؟ عندك شي حجه؟ عندك شي دليل؟ كترتكز على اقوال ديال الناس، غتمشي انت وياهم للحبس، لا انت لا هما، لا انت لا هادوك اللي تيقولوا. علما انني انا ملي سمعت هادوك اللي تيهضروا ما تيقولوش هذيك ارض مغربيه، تيقولوا كنا كنستعملوها، كنا كنستغلوها قرون وقرون. وهما يا اكبر نخله عنده تما عندها 8 سنين. انا شفت النخل اللي تيقطعوا، ما كاينش شي نخله عندها قرون، ما كاين حتى نخله عندها قرون. هذا علما ان النخله عندها قرون، ما كتثبتش الملكيه ديالك انت يا في ارض اجنبيه وانت غير مقيم تما باش تت سمح لي. سمحوا لي، كيكون عندي شي خطره في شي موعد ضروري خصني نجاوب، داكشي علاش كنخلي التليفون خدام. بون الموعد اللي كنت باغي نجاوب عليه رانا جاوبت عليه. تيقولوا ان الارض ديال جدودنا وديال جدودنا، ايوا راه حتى جدودنا كانوا في الاندلس. واش باقيين في الاندلس وزرعوا النخل تمايا اللي عنده فعلا قرن وجوج القرون؟ واش هذاك النخل باقي ديالنا؟ هاد الشيء جاي من سياسه ممنهجه ديال التجهيل، ديال بنادم ما تلاش تيعرف ما لا هو ما عليه، شنو اللي حقه وشنو اللي ماشي حقه. اصلا الحدود المغربيه هي كانت مغلوقه والمغرب اللي غلقها. اذا هادوك المغاربه اللي كانوا كيتجاوزوا الحدود، واخا تقول لي ما مرسوماش، ما كاينش السلك، ما كاينش القانون، لا يحمي المغفلين، القانون لا يحمي المغفلين. ملي تكون غادي في الارض وتقرب لشي حدود، وسير قلب على الخريطه وجيب جي بي اس وقرا النجوم في السماء كيفاش دايرين، ولا باش تعرف راسك فين واقف، واش واقف في المغرب ولا واقف في الجزائر. هذا راه تيرجع عليك انت، ما تيرجعش للجيش الجزائري ولا للجيش المغربي. هما اللي يقولوا لك فين غادي، ولا الاخرين يقولوا لك فين جاي. انت المسؤول، انت اللي خصك تعرف فين تحط رجليك، حيت القانون لا يحمي المغفلين. الا حطيتي رجليك في ارض اجنبيه، حمد الله انهم ما اعتقلوكش وداروا لك الهجره السريه وعطاوك مهله، قالوا لك هز قشك وسير فحالك. اذا اللي بغيت نهضر معكم عليه اليوم هو الوضع القانوني، لان هذا الشيء راه النظام بالطبع كيتكتم عليه، لانه هو تيبغي ديما البلباله وتيبغي ديما يبين لكم ان راه كاين عدو خارجي اللي هو الجزائر، باش يعلق عليه المشاكل ديال المغرب وديال ديال المشاكل ديال النظام المغربي وديالو.
الان غادي تطرطق عليه الرمانه في يديه، الرمانه غادي تطرطق عليه في يديه. هادشي راه كتبت عليه وهضرت عليه وقلت انه الحدود راها متراسيه، الحدود دارتها فرنسا. نهار هادو تيهضروا على الصحراء الشرقيه ولا وانسى، راه تنقولها لكم ديما انسى. الجزائر فاش كانت مستعمره بصح بصح مستعمره، ماشي بحال المغرب اللي ما كانش مستعمر، ملي كانت مستعمره وعندهم عميل ديالهم خدام في المغرب اللي هو السلطان ولا ملك المغرب، فاش بغاو يرسموا الحدود عطاوه غير شويه لهذاك السلطان وهو براسو قبل، قبل ان المغرب يكون قد هكاك، بلا الصحراء الصحراء الغربيه بلا بشارتي ندوف وهران، داكشي اللي كيهضروا عليه العياشه ولا ما عرفناش واش مغربي ولا ماشي مغربي، ما اون توكا بلا داكشي السلطان الخائن قبل هذاكشي، حيت هو هو خدام معاهم، خدام معاهم ما خدامش مع الشعب، مالك المغرب خدام مع فرنسا ما خدامش مع الشعب، اذا قبل ديك الحدود اللي عطاته فرنسا تالات الهضره تالات. الجزائر ديك الساعه كانت مستعمره ما تيقدروش يهضروا الجزائريين مساكن كانوا مستعمرين، والنظام المغربي خوا بهم في بلاصه ما يقول لفرنسا ما غنوقعش حتى حاجه حتى تتحرر الجزائر، لا السلطان المغربي خان خان الجزائر، مشى تيوقع معاهم داك زعما الاستقلال، هو راه ماشي استقلال، مشى تيوقع داك الشيء وسمح في الجزائر، سمح فيها خلاها كتقاتل ومليوني شهيد، ونهار خدات الاستقلال ديالها جايين دق دق عطينا هذوك الاراضي ضرب كسر كل هذيك الاراضي، راه ماتوا عليها الجزائريين ما ماتوش عليها المغاربه، تيجي شي واحد تيقول لك لا المغاربه ضحاو على قبل الجزائر، اش من تضحيه ضحيتي وانت مشيتي سنيتي في اكس لي بان في سان كلو في باري وفي الرباط، غادي كتفاهم مع الجزائريين مع فرنسا على الاستقلال وانت يا ما نسيتي الجزائر، نسيتيهم نسيتيهم، اش من نقطه الدم ولا فينا هو جيش التحرير المغربي، فينا هو يا بعدا باش تعرف راسك، سير رجع قرا على جيش التحرير باش تعرف راسك انك راه ما حررتي تا راسك، غادي تتحرر الجزائر. المهم غادي نوريكم دابا الوضع القانوني فين وصل، راه قلت لكم انه كانت لجنه مشتركه ما بين المغرب والجزائر، ملي كنت انا في الجيش كانت واحد اللجنه كانوا فيها شي وحدين ماشي حنايا سلاح الجو، كانوا فيها الموشات يعني ديال لانفونتري، وكانوا كيرسموا الحدود ما بين المغرب والجزائر، هادشي راه تم بطريقه يعني عاديه وسلميه والطرفين قابلين، وكاينين لي زوبسيرفاتور وكاينين الناس اللي المراقبين ديال الا كيديروا لا ميدياسيون ديال الا ما تفاهمناش واش هاد البوطو نحطوه هنا ولا لهيه ولا لهيه، كاينين الناس اللي كيرجعوا للخرائط وكيرجعوا داكشي اللي مسنيو بالتدقيق باش يعرفوا بالضبط فين غادي يحطوا هذاك لو جالون كيتسموا لي جالون، بوطوات ديال السيما تيحطوهم باش كيعرفوا الحدود، هادشي راه قديم هادشي. والمغرب المالك وقبلوا حيت هادشي هذا تفاهموا عليه في 72، الملك السلطان والملك المجرم ديال المغرب مع السلطات الجزائريه تفاهموا في 1972، الجزائر قبلات داكشي في 73 داز في الجريده الرسميه وخرج لو جورنال اوفيسيال الجيريان، المغرب بعدا ما عندوش جورنال اوفيسيال، مازال عنده ان بولتان اوفيسيال، بولتان فرنسا راه كاين غير عند وزاره، ان بولتان اوفيسيال تونس عندها لو جورنال اوفيسيال ديالها وعندها ان بولتان اوفيسيال ديال الديوانه، بولتان اوفيسيال كتكتبو شي مؤسسه اللي قل من المؤسسه اللي عندها جورنال اوفيسيال، ايوا راه في المغرب راه مازال عندكم ان بولتان اوفيسيال، ما عندكش ان جورنال اوفيسيال، دخل الجريده الرسميه وطابي، غنوريها لك انايا بلا ما تدخل وطابي، غادي نوريها لك دابا نيت هات كتب بولتان اوفيسيال ماروكان، اش كتبان لك هنا؟ نيميرو دو بيو شيا بولتان اوفيسيال، واش بولتان ولا ماشي بولتان؟ بولتان اوفيسيال، حنا غادي نطابيو لفرنسا، غادي نكتبو جورنال اوفيسيال فرونسي، جورنال اوفيسيال فرونسي، سمحوا لي راه ما عنديش دوك حيت الكلافي كنستعمل كلافي امريكان دونك ما عنديش الو، اش مكتوبه هنايا جورنال اوفيسيال ديال الغوفرنمون فرونسي، جورنال اوفيسيال ديال الحكومه الفرنسيه، شتيه كتبان لك جورنال اوفيسيال، في حين ان المغرب عنده ان بولتان اوفيسيال،
وفرنسا عندها ان جورنال اوفيسيال. ارانا الجزائر الجيري جورنال اوفيسيال. اش كتبان لك هنايا؟ شنو سميت الجريده؟ الجريده الرسميه الجزائريه شنو سميتها؟ سكرتاريا جينيرال دي غوفرنمون سكرتاريا نانانا. ها هي جورنال نيميرو شتيها؟ جورنال نيميرو لي جورنو بوبلي تيهضروا على جورنال ما تيهضروش على بولتان. تونس ديال جورنال اوفيسيال جورنال اوفيسيال تونيزي. سمحوا لي راه كنكتب بالزربه وقلت لكم ما عنديش هذوك لي كاركتير. ها هي المطبعه الرسميه ديال تونس. الوغ نمشيو بالفرنسيه فرونسي شي بالفرنسيه. بالعربيه تيسموها الجريده الرسميه ولكن حيت الجورنال هو الجريده الرسميه. الوغ ملي غنكتبو فرونسي ها انت شوف جورنال اوفيسيال دو لا ريبوبليك تونيزيان جورنال اوفيسيال ديال الجزائر لي جورنو بوبليي جورنال اوفيسيال ديال فرنسا لو جورنال اوفيسيال بوبليي فرنسا. كتجي حتى المغرب وكتلقى بولتان اوفيسيال. انا غنوريكم شنو هي بولتان اوفيسيال بعدا. جورنال اوفيسيال ماروكان ما كاينش باش نتفاهموا. بغا يقول لك شي واحد ما كتبتيهاش جورنال اوفيسيال ماروكان ما كاينش. جورنال اوفيسيال ماروكان انت كتكتب جورنال تيخرج لك لو ديغنيي بولتان ما تيخرج لك الجورنال تيخرج لك بولتان بولتان ماشي جورنال. المغرب ما عندوش ان جورنال. المغرب عنده ان بولتان. هو هذا اللي هضرت لكم عليه. هو هذا شي هو هذا اللي وريتكم هنايا بولتان اوفيسيال. الوغ لو بولتان اوفيسيال الا قلبتي عليه فشي دوله اخرى بحال دابا تونس بولتان اوفيسيال تونيزيان غيخرج لك ديال شي مؤسسه قل من سميتو قل من الدوله التونسيه غدير بولتان سمبل يوم بولتان اوفيسيال تونيزيان. ها انت شوف تونس بولتان اوفيسيال كونسي دو مارشي فينانسيي ماشي ديال الدوله. الدوله عندها ان جورنال اوفيسيال دو لا ريبوبليك تونيزيان. شتي جورنال اوفيسيال ديال الجمهوريه التونسيه عندها ان جورنال ولكن المؤسسات اللي قل منها عندهم دي بولتان. هذا بولتان ديال الكونسي دي مارشي. هذا غتلقى بولتان اخر داك النهار لقيتو ديال الديوانه. هذا راه بولتان اوفيسيال هذا ديال فرنسا حتى هي كاينه بولتان اوفيسيال في فرنسا غتلقاه ديال شي وزاره بورتاي دانفورماسيون سيونتيفيك اي تكنيك. الا كتبتي دوان حيت انا عقلت لقيتو دوان تونيزيان فوالا بولتان اوفيسيال دي دوان تونيزيان. هانت منطقين تسناو. اش كتبان لك هنايا السي محمد؟ اش كتبان لك هنايا؟ شنو كتبان لك؟ واش بولتان اوفيسيال دي دوان؟ ما كتبانلكش بولتان اوفيسيال دي دوان. هاد بولتان في تونس كاين غير عند الديوانه عندها بولتان. اما تونس الجمهوريه التونسيه عندها ان جورنال اوفيسيال عندها ان جورنال ديغنيي جورنال اوفيسيال. شتي الفرق؟ جورنال اوفيسيال. الجزائر عندها ان جورنال اوفيسيال. فرنسا عندها ان جورنال. المغرب عنده ان بولتان. علاش المغرب عنده ان بولتان؟ حيت هاد لو بولتان مازال تابع لهاد لو جورنال ديال فرنسا. هذا هو الواقع حنا مازال تابعين لفرنسا. سميه بالعربيه جريده نشره نشريه سميها كيما بغيتي. مي بالفرنسيه فرنسا عندها جورنال الجزائر عندها جورنال تونس عندها جورنال والمغرب عنده غير بولتان. شكون في فرنسا والجزائر وتونس اللي عندهم جورنال؟ مؤسسات تحت الدوله تابعين للدوله بحال دابا فرنسا وزاره التعليم وزاره النقل عندهم دي بولتان اوفيسيال حيت تابعين للدوله الفرنسيه بحال اللي قلتي المغرب. في الجزائر حتى هي كاينين بعض الادارات اللي عندهم بولتان اوفيسيال يعني قل من الدوله. في تونس حتى هما عندهم بعض الادارات اللي عندهم بولتان ديالهم. في المغرب عندنا بولتان وما عندناش جورنال. فين كاين الجورنال؟ كاين فرنسا.
انا وضحت لكم هذه القضيه. اذن غادي نرجعوا باش ما نطولوش، غادي نرجعوا للحدود اللي بغيت نوريكم بيع وجاله باش ما نطولش. هو هاد لاباج هادي رانا نشرتها كاينه في صندوق الوصف، غادي تلقاوها في صندوق الوصف، وهي اللي فيها الخرائط. اذا عندكم هنايا لو دوكيمون ديال التسجيل باش تسجلات الحدود ما بين المغرب والجزائر، لانها هي راه طبعات كي قلت لكم في 72 ووافقت عليها الجزائر في 73، ها هو التاريخ ديالها غابة لو 15 جانفي 72. بلاتي نكبر لا سوري باش تبدا تبان لكم كبيره. اذا كي شفتوا هنايا في 72 الجزائر غادا تدوزها في الجريده الرسميه ديالها في 73، والمغرب ما غادي يدوزها في الجريده الرسميه حتى ل 92 1992. علاش؟ لان النظام القائم بالمغرب كان باغي يضغط على الجزائر بقضيه الصحراء، يعني كان كيقول ما غنرسمش الحدود باش المغاربه زعما يبقاو كيتوهموا ان بشار وتندوف وربما حتى مصر وربما ما نعرف الفراعنه حتى هما راهم مغاربه، ولا هذيك الهضره الخاويه ما عرفتش انا اش من حشيش كيستعملوا هاد الناس هادو. المهم النظام بقى تيلعب بهاد الهضره هادي، ما بغاش يوقع على انشر مرسوم الحدود، يعني كيظن انه غيضغط على الجزائر ملي شاف راسو ما قادرش يضغط عليها، والجزائر متاكده من راسها وعارفه ان داكشي اللي كدير يحترم الحقوق، حقوق الانسان والقانون الدولي، وبدات يخسر في الصحراء، بدات يخسر الارواح والملايير، ارواح ديال الناس ماتت والناس تعتقلات، قرر انه يوقع هذاك المرسوم ديال الحدود بلا ما يبيع ويشري مع الجزائر وبلا ما يضغط عليها، يعني رضخ الامر الواقع. ومشى قال لهم في مجلس الامن انه كيقبل بوقف اطلاق النار مع بوليزاريو. هذوك الحوايج راه وقعوا بجوج في عام واحد، ترسيم الحدود اعترف به المغرب اللي هو راه رسمي وراه ماشي فرضوا عليه شي حد، خلاته فرنسا والمغاربه قبلوه، صافي الجزائر والمغرب قبلوا داك الشيء. داروا واحد اللجنه مشتركه في الاول كانوا فيها المدنيين والعسكريين، ومن بعد ولاو فيها العسكريين اكثر. انا ملي كنت في الجيش قلت لكم راه عقلت ان كانوا ناس في لارمي تير تيخدموا في هذا الشيء هذا، صافي قبلوا داك الشيء، المغرب قبلوا، ما عندو فين يهضر، هذا الشيء منشور في الجريده الرسميه، انتم كتشوفوا فيه، كتشوفوا فيه خارج في الجريده الرسميه، يعني ما عنده ما يقول لهم ولا باش مسجل في الجريده الرسميه، هذا الشيء مسجل طلع لهنا وغادي يبان لك، غادي يبان لك راه خليته لكم في صندوق الوصف. اذا ملي كتجي لهنايا وكتقول بغيتي تقراه كامل كتجي لهنا، الوغ هذا الرابور الكامل اللي خرج فيه هذاك التقرير، راه فيه 602 ديال الصفحات، اذا راه كبير، فيه 602 صفحه، هادشي راه مسجل في الامم المتحده وموقع عليه المغرب والجزائر، ما يمكنش شي واحد يتراجع عليه، مسجل. الوغ باش نختصرو غادي نمشي وغادي نديرو باخوك، الوغ الجيري اي ماروك، الوغ هي هادي لا كونفونسيون، جات في الصفحة 147 في هداك التقرير، من هنا كتبدا، غادي تشوفوها كيفاش مكتوبة، محطوطة بالعربية والفرنسية، نسيت ما قلتش ليكم اللغات باش محطوطة هي هادي، الجيري ماروكو، هاهي فرنش ارابيك، مكتوبة بالفرنسية وبالعربية، يعني محطوطة بجوج ديال اللغات. القرار راه توقع في 1972 ما بين المغرب والجزائر، تيجي شي حد تيقول لك الخطوط المؤقتة، الحدود المؤقتة، باش تعرفوا الجهل والتجهيل فين واصل في المغرب، ولا شي واحد تيقول لك الحدود الوهمية، شمن ما هوية وهمية وانت ساني عليها، الناس ما قارياش القانون وكتهضروا، القانون لا يحمي المغفلين، القانون لا يحمي المغفلين. إذا كتجي كتقرا هنا، هذاك الشيء ومضبوط، سناها بن هيمة، هادشي راه في 72 شراها سناها بن هيمة بصفته وزير الخارجية المغربي، وسناها بوتفليقة من الجهة الجزائرية، ماشي بصفته رئيس الدولة ولكن بصفته وزير الخارجية ديال الجزائر، دونك هادو بجوج لي سناوها. راك ملي كتقرا راه كتلقى أنه كاينة لجنة مشتركة، هادي هي اللجنة الأولى اللي دارت، ومن بعد كي قلت لكم دارت لجنة فيها الجيش اللي خدموا على الخرائط، وتيقولوا كلشي هنايا. وهاد الخرائط هادو راه مكتوبين، هذيك اللي غادي نهضروا عليها دابا هي الخريطه رقم 9 سميتها خريطه بني ونيف، هي اللي غادي نهضروا عليها،
دخلوا لهاد المواقع وقراو هاد الشيء. هاد الشيء اللي مشطب عليه راه ما مقبولش، حيت الا شطبوا عليها ووقعوا عليها بجوج اذا راه ما بقاتش مقبوله. يؤكد الطرف المتعاقدان ساميا باتفاق بينهما ان حدود الدوله القائمه بين الجزائر والمغرب والممتده من خط الطول 8 درجات 40 دقيقه. هاد الشيء راه هاد الشيء الناس اللي كيفهموا الخرائط راه تيفهموه بالضبط اشنو واقع، بالضبط اشنو واقع. راه هاد الارقام هادي هي الخرائط معطيه بالضبط ومكتوبه بالفرنسيه. ها انت الا كتبتي بني اونيف نكتب اونيف وغادي نمشي ليها. ها انت تيبداو لك على الخرائط فين بدات كيفاش بدات تا 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 نجيو حتى لهنا. ال باس اونسويت سور لا لين دي كريت دي هوتور سيبارون لي زوازيس دو بني اونيف اي دو فيغيغ، يعني ما بين بني اونيف في فيغيغ، بوي كونتورن لا زون دونير ا ليست اي سيت لوكاليتي اون سويفون الواد سون نو. الوغ هاد الواد اللي ما عنده سميه راه تيهضروا عليه شي وحدين، تيقول لك هذاك الواد ما عنده سميه. اه ولكن راه الواد راه مرسوم في الخريطه، هاد الواد اللي ما عنده سميه راه مرسوم جوسكا سا رونكونتر افيك واد الحلوف، مع واد الحلوف. سو ديرنيي اي سويفي فيغ لو نور جوسكا راس بني سمير. الوغ تيبقاو غاديين غاديين. شوفوا هنايا لا بورن، الوغ هادي سيت اون بورن لي ديجا كانت خلاتها فرنسا، سافو دير كاينه اون بورن بعدا غادي يستعملوها. لا فرونتيير سو ديريج فيغ ليست، يعني غتمشي للشرق كذا كذا كذا. لا ليسونس دو واد بوخلخال، كاين واد سميتو بوخلخال تمايا. ما عرفت مول الخلاخال اش من علاقه عنده مع هذا الواد هذا، مي المهم كاين شي واد سميتو بوخلخال. كاين غوموند تيوصفوا لك بالضبط شتي هاد لي دوغري وهادشي راه بالنسبه للعسكر كيفهمهم، كيفهمهم هاد هاد الارقام هادو حنا كنفهموهم. الو غادي نرجعوا للخريطه، غادي نرجعوا لهاد الخريطه هادي باش غادي نشوفوا دابا الديتاي ديال الخرائط. غادي نشوفوا الخرائط بالتفصيل كاينين. ما عرفتش علاش ما بيناتهمش ليا التي ياك ما خصني نرافخيشيها. فوالا هاد اللعيبه هادي الوغ كروم غادي نوريها لكم واش تشوفوها حتى نتوما. الو هاد اللعيبه هادي راه فيها 15 شيت، يعني 15 خريطه وجوج ديال لي ليجوند. لا ليجوند هي اشنو خصني نحل شي واحد اخر تسمحوا لي. غادي ندير كروم كابتور ديكرون ويندوز كابتور كروم باش تشوفوهم معايا او ميم طون كنشوفهم انا وتكونوا كتشوفوهم حتى نتومايا. دونك هادي لا ليجوند، تسمحوا لي لان هادشي راه كنقادو غير راسي فوالا ونبطوها هنا اي فوالا. اللوجيسيال اللي كنستعمل سميتو او بي اس، الناس اللي مهتمين بهادشي هذا. دونك هي هادي غادي ندير ليها كونترول سي باش تحطها لكم حتى هنايا عاوتاني. كوبي دوبليكيت ومن هنا تتعلموا الكروم اللي بغى يخدم بكروم. والله الا راه هادشي ماشي خدمتي وغير كنتلاح ليه. المهم
يا صلع لها بالزربه. عندي واحد لوجيسيال اخر، واحد لا بلاتفورم ما كنبغيش نستعملها، كنفضل هذا، ما عليناش. دونك قلت لكم لاباج الاولى كتعني لا ليجوند، سافو دير الخرائط. شنو غادي نشوفوا فيهم الخرائط؟ شنو غادي نشوفوا فيهم؟ هادشي هضره تيفهموه العسكر، كيفريوه لينا حنايا ملي كنكونوا في المدرسه وكنخدموا به ملي كنخرجوا. يعني ملي كنشوف خريطه كنفهم اشنو مكتوب في الخريطه. الخريطه هي غنوريها لكم مثلا هنا، باش نسهل الماموريه غادي نمشي ليها ديريكت. انا راه متليشارجيهم فوالا فوكسيت ريدر طان ار. هادو هما الخرائط اللي محطوطين في هذاك السيت. دابا هاد الخريطه هادي ها هي راه تلتحت كاينه لا ليجوند ديالها. اشياء كاينه هنا لا ليجوند كاينه. اللي تيهمنا حنا هو المنطقه ديال فيكيك. هاد الشيت سميتو شيت رقم 9، شيت رقم 9. الا مشيتو ليه غادي تلقاو باللي كاينه الخريطه ديال خريطه ديال جهه فيكيك. ها انت غادي تبان لك هنايا فيكيك. اسمحوا لي واحد الدقيقه. سمحوا لي راه كانت شي لعبه على برا. دونك كيف كتشوفوا هنايا الخريطه ديال فيكيك، وهذا هو المنطقه اللي متنازع عليها. عطيوني واحد دقيقه وغادي نرجع دقيقه. اذا تسمحوا لي كيف كتشوفوا هنايا راه هذه هي البلايصه اللي نايض عليها الصداع. هذيك العرجه اللي تيهضروا عليها تيقول لك العرجه ولا ها انتم كتشوفوا فيكيك. دابا هذه راه الخريطه الرسميه اللي محطوطه عند الامم المتحده، هي هذه هاد الخريطه هذه هي فيكيك. هذه فيكيك العرجه ها هي فين جات، وغادي نوريكم في جوجل ماب. فوالا هذا هو جوجل ماب. دونك ها فيكيك غادي نكبروها شويه. ها انتم شتو ها الخريطه، هذا الخط الابيض هو الخريطه، شتي خريطه ديال الجزائر والمغرب. هو هذا الجزائر لتحت المغرب الفوق، شتوه هو. سمحوا لي ما تيبانش لكم. فوالا اذا هنا كتبان لكم الخريطه ديال جوجل ماب. هاد الخرائط ديال جوجل ماب ما تديوش عليهم لانهم ما تيكونوا صحاح، ماشي دائما تيكونوا صحاح هاد الخرائط هادو، خصوصا فيما يخص المناطق المتنازع عليها. الا شفتوا الخريطه اللي محطوطه عند الامم المتحده، الخريطه اللي محطوطه عند الامم المتحده بلاتي نوريها لكم. هي هادي، شوفوا العرجة فين جات. العرجة هي هاد البلاصة هادي اللي جات في الشرق ديال فيكيك، جات كتغطي هاد البلاصة كاملة. بحال إلا قلتي في هاد القضية هادي هنا، بورا صغرتها خصني نعاود نكبرها. غادي تسمحوا لي لأنني ما كنتش موجد وجاو عندي شي ناس، ماشي مشكل. إذا كتبان لكم هنايا هذيك المنطقه العرجه راه هي هذه، شفتوها هذه هي العرجه ديال بصح، هي هذه اللي هنا اللي قاحله ما فيها والو. العرجه راها قاحله حسب السميه اللي كانت فاش كانت فرنسا في المنطقه.
هذه هي العرجه، ما فيها والو، ما فيها والو. دابا راه الناس تيقول لك الحوز ولا تيقول هو راه غادي يشير، راه ما عارفش بالضبط المنطقه شنو سميتها. دوك العرجه راه هي هذه العرجه، راه ما فيها والو. من بعد هذه المنطقه هذه حتى هي ولاو تيقولوا ليها العرجه. هذه المنطقه هذه ها في كيك، كتبان لكم في كيك، ها الحدود المغربيه الجزائريه، وها هاد البلايصه هذه حتى هي تيقولوا ليها العرجه، الوغ كو هي ماشي العرجه. هذيك البلايصه راه ما سميتهاش ها العرجه. فين جات؟ ها هي غادي نوريها لكم في الخريطه ديال اللي محطوطه عند الامم المتحده. شفتوا ها العرجه فين جات؟ جات في هذاك الخلا اللي كان كيبان بيض. البلاصه اللي متنازعين عليها الناس، اللي متنازعين عليها اللي دابا تيقولوا انها مغربيه ولا كل واحد اش تيقول، راه هي بلاتي غادي نوريكم واحد نكبرها شويه باش تشوفوا. هذه هي العرجه، وعلى حسب الخريطه اللي حاطه فرنسا، راه هذا الرسم اللي دايرين ليها، هذا الرسم الى هبطوا لتحت، الى هبطوا لتحت باش تفهموه كي داير، هذوك النقيطات، هاد الصباغه هذه تيقولوا ليها دايا ولا ان ليدواد. شتي هادي الا كان معاها هذا كتسمى صبخه، دايا صبخه، والا كانت مرسومه هاكو معاكو ان ليدواد. سيتادير هاد القضيه هذه اللي مرسومه هنايا، شوفوا اللون ديالها كيفاش مصبوغه، شتوها كيفاش مصبوغه. ايوا هادي راه ان ليدواد ولا دايا، يعني راه في الفيضانات كتعمر بالماء، الا طاحت الشتاء كتعمر بالماء. هذا دابا راه الفرنسيين، الطوبوغرافيين الفرنسيين والجيش الفرنسي هو اللي خلى هذا الشيء مرسوم هكا. الا جيتي ليه لهنا وشتيه، راه كيعني هاد المنطقه هذه، هاد المنطقه هذه راها ان ليدواد. راه العسكر كيفهموا شنو تنقصد، والناس ديال الطوبوغرافيا ولا اللي دايرين الفلاحه ولا الفلاحه ولا الطوبوغرافيا راه تيفهموا هاد المفردات هادو. هذا راه سي ان ليدواد، الواد ها هو راه دايز هنا، وهذا سي ان لي ديالو، صافي ديك كيعمر بالماء. الى فاض الواد هنا كله كيعمر بالماء كتولي ضايع. صوف كو هما جاو لهنا، هنا فين دايرين هاد المنطقه راه مغربيه. هادي راه ما تيهضر عليها حتى واحد، هادي راه منطقه مغربيه، والواد دايز من هنايا. شتو الواد منين دايز؟ هاد المنطقه مغربيه، تيهضر عليها حتى شي واحد. ها الفلاحه كاينه، كلشي كاين. بين قوسين فاش قلت لكم كانوا كيصوبوا الحدود، دابا الويدان مع المده ما حيت في الخريطه كانوا تيهضروا على الويدان. الويدان كيتبدلوا كيوسعوا، ملي كيدوز الماء الفيضان كيجر معاه التراب، كيجر معاه التراب. دونك ما الواد كيتبدل. داكشي علاش كان ضروري خصي داروا لي جالون، داروا دوك البوطوات السيما ولا باش تبقى تعرف الحدود فين جات. المشكل هو ان الناس دابا تيقولوا، تيقول لك العرجه، العرجه راه ها هي هي هاد التير هادي، هاد البلايصه سموها العرجه جزافاً، وهما سموا الطريق كاع العرجه. هاد الطريق هادي سموها العرجه، شفتوها غوت العرجه، هاد الغوت الطريق سميتها العرجه. وشوفوا هاد الطريق بشحال بعيده على العرجه، شوفوا هاد الطريق فين جات، وشوفوا العرجه فين جات ديال بصح. العرجه جات هنا، ولكن همايا راه البشر هكا داير، تيسمي شي حاجه بشي حاجه، ما عنده كيدير يسميها، دوك تيسميها بالعرجه. هو ما عمرو طالع على الخريطه، ما عمرو عرفها، اذا تيسميوها بالعرجه. البلايص اللي نايض عليهم الصداع راه ها همايا، ها انتم، هذه راه الحدود الجزائريه المغربيه. دونك هنا المغرب، وهنا الفوق المغرب، هذا كله المغرب، ولكن هاد الطرف الداخل هذا راه الجزائر. ها انت شتي الجزائر كي دايره؟ الجزائر داخله هنا واحد الشويه، شتيها كي داخله. ورا المغاربه مشاو لهاد القنت هذا، شتيه، وداروا فيه مزارع. ها هما المزارع، شتوهم اللي جاو خارجين على الواد وخارجين على الحدود، جاو هنا، جاو هنا. يعني في الخريطه ديال اللي خلات فرنسا، هما راه جاو ها الحدود اللي خلات فرنسا، شتيها هذاك واد الحلوف، وها الواد اللي تيقولوا بلا اسم، وهو راه نفس الواد. هذا الواد اللي المهم، هذا تقدير ديالي انا ما كاينش سوغ بلاص، ولكن هذا الواد اللي مسمينو الصونو راه هو نفس هذا واد الحلوف. هادو راه سي دي كريت، دي لين دو كريت، ولا كنت كنتمنى تكون عندي خريطه بلو بريسيز، مي ما عنديش. هاد الشيء اللي عطى الله. دوك هما جاو لهنا، هذوك المغاربه جالسين هنا، هنا ماشي مغرب، هذا ماشي مغرب، صافي ماشي مغرب. خصك تخرج، سالات الهضره،
ماشي مغرب خصك تمشي في حالك. اش جالس كدير في بلاد ديال عباد الله؟ اش دخلك لتما؟ كتقول قرون، ورينا شي نخله عندها قرن. انا كاع النخلات اللي شفتهم صغارات، واخا كاع تكون عندها قرن خصك تسجلها، خصك تمشي لدار المحافظه العقاريه في الجزائر. تما في الجزائر فين خصك تسجلها؟ كون سجلتي ديك الارض في الجزائر تخلص عليها وتسجلها، كون درتي شهاده السكنه، كون غدر عندك شهاده السكنه، شي ورقه الماء ديال الضو ديال انك ساكن في الجزائر باش تقول لهم انك مقيم. انت حارق في الجزائر، انت اوغوغا في نظر القانون الجزائري انت حارق. هادشي هذا كيستعملوا النظام القائم بالمغرب باش من واحد الناحيه راه مخلي الناس كيترزقوا لينا، ما قادرش يوزد لهم الرزق في المغرب. قضيه اخرى ديال انه باغي ينوض التوتر تمايا على قبل الارهاب، لان كانوا قاعد ديجا في بنينيف ارهاب تمايا غترجعوا تقلبوا عليه. النقطه الثالثه باغي يضغط على الجزائر، ومطالق الصحافه كتكذب على الناس وكت. الحل راه هو ان هذوك الناس خصهم يخرجوا من الارض الجزائريه، لان ماشي ديالهم. اللي مسجل ولا محفظ شي حاجه تمايا عنده الحق فيها. هذوك اللي تيوريكم الاوراق، هذوك راه ورق ديال البيع، ورقه عدليه ماشي ورقه ديال الملك. راه انا نبيع لك لي شونزيليزي الا بغيتي، انا في امريكان وانت في المغرب، ندير لك ورقه عدليه كنبيع لك لي شونزيليزي اللي في فرنسا، ولكن ما كتسوى حتى حاجه. غنجيب جوج عدول وغنقول لهم شهدوا انني كنبيع ليه، وغيشهدوا انني كنبيع لك. واش شونزيليزي ديالي؟ شونزيليزي ماشي ديالي. دوك هذوك الاوراق اللي هازين، هذوك الناس راه ما عندهم حتى قيمه، ما عندهم حتى شي قيمه.